جدة أوروبا وجدة الراحلة إليزابيث الثانية الملكة فيكتوريا هي من الأسرة الهانوفرية ذات الأصول الألمانية القديمة التي حكم أفرادها دول أوروبا منذ أكثر من 500 عام. الملكة فيكتوريا الملقبة بجدة القارة الأوروبية تسلمت مقاليد الحكم بعد وفاة أعمامها الثلاثة الذين ماتوا جميعا تاركين العرش من دون وريث. تزوجت من الأمير ألبرت عام 1840 وأنجبت منه 5 بنات و4 أبناء، ومن هنا بدأت بتكوين روابط قرابة مع العديد من العائلات الحاكمة في أوروبا عن طريق تزويج أفراد أسرتها بملوك وأميرات الإمبراطورية الأوروبية الأخرى. فقد ربطت التاج الروسي بالتاج البريطاني عبر نيكولا الثاني قيصر روسيا الذي كان ابن خالة جورج الخامس ملك بريطانيا وابن خالتهم الثالث فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى تقاتل الثلاثة، وسمح ملك بريطانيا جورج الخامس جد الملكة إليزابيث الثانية بقتل ابن خالته إمبراطور روسيا. بعدها بسنوات وبالتحديد في عام 1936 مات جورج الخامس ليخلفه ابنه الأكبر إدوارد الثامن عم الملكة إليزابيث الثانية. حكم أقل من عام ثم تنازل عن عرشه ليتولى أخوه الملك جورج السادس والد الملكة إليزابيث الذي حكم حتى عام 1952. ومن بعده توجت إليزابيث الثانية ملكة على العرش، ولم يكن في الحسبان أن تصبح الملكة لولا تنازل عمها لوالدها. لقد أصبحت حفيدة جدة أوروبا ملكة بالصدفة.